قريبا سنطلق ايضا منصه لتأبئه الكفاءات والمستثمرين في الخارج عندها هدفين: مواكبه والوصول الى المعلومه والتعريف بالمشاريع الكبرى والامكانات الكبرى اللي كتعطيها بلادنا في مجال الاستثمار. اليوم ينطلق المنتدى الأول للكفاءات المغربية بالقارة الآسيوية اللي كاين تدرج ضمن مخطط عملي وطني لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج. استهدفنا الكفاءات لتنظيم المنتدى ليجمع كل الكفاءات المغربية بهذه القارة الآسيوية، أولا في إطار مواصلة تعبئة الكفاءات بالخارج عموما كأولوية وطنية في إطار تعزيز العلاقة مع المغاربة المقيمين بالخارج واستدامة العلاقة مع الأجيال الصاعدة وأيضا التعرف والتواصل المستمر مع كل المغاربة بالخارج في الجغرافيات في يعني في مختلف البلدان التي يقيمون بها. ثم أيضا كيندرج التعبئة ديالهم ككفاءات وطنية بالخارج مع الكفاءات الوطنية بالداخل من أجل خلق واحد الجسر ديال التعاون فيما يتعلق بنقل الخبرة، التعاون في مجال التكوين، التعاون في خاصة في مجالات اللي كتبرز فيها الكفاءات المغربية، الكفاءات عموما كتبرز في قارة اللي كنعرفوا اليوم فيها خبرة عالمية متطورة فيما يتعلق الذكاء الاصطناعي، فيما يتعلق الهندسة المالية، هندسة التمويل، فيما يتعلق مجالات اللي كاين احتياج اولا وطني، وايضا اليوم هي موضوع نقاش وموضوع ايضا تحول فيما يتعلق بالديناميه الاقتصاديه على المستوى الدولي. اليوم اي غيكون نقاش بشكل عملي كيفيه تعزيز المساهمة ديالهم في الأوراش الوطنية التي أطلقها جلالة الملك حفظه الله بآليات نعرفها جميعا، صندوق الاستراتيجي للاستثمار في إطار الورش التغطية الاجتماعية، في إطار التحول الرقمي، في إطار التكوين، وبالتالي كما نجحنا الحمد لله في كفاءات اللي كنعرف اللي منظمة أنها ربطناها في مشاريع التكوين مع مؤسسة وطنية، نعمل أيضا باش يكون هذا الربط بالمؤسسة الوطنية اللي شفتوها في البرنامج حاج وأحاضرة، وأيضا مع الكفاءات الوطنية في كل أنحاء العالم، واليوم كيتعلق الأمر بالقارة الآسيوية. voudrais que vous nous parliez du futur partenariat du Japon en faveur des compétences marocaines. Nous avons trois possibilités. Une, ce sont des bourses classiques d'études qui sont offertes par notre ministère de l'Éducation. La deuxième possibilité, qui a une longue histoire, ce sont les stages effectués dans le contexte de la coopération technique effectuée par la JICA. Et la troisième, qui a commencé il y a quelques années dans le cadre de la TICAD, la conférence de Tokyo sur le développement africain, s'appelle AB Initiative. AB, c'est l'abréviation de African Business Education. Et ça donne l'occasion aux jeunes marocains d'effectuer des études supérieures, de compléter leurs études supérieures niveau master dans des établissements supérieurs japonais, suivis d'un stage. Et nous espérons pouvoir bâtir grâce à cette initiative un réseau de jeunes Marocains qui auront fait une expérience au Japon et qui pourront profiter et qui pourront bâtir un réseau profitant non seulement au Maroc et au Japon, mais au continent africain.